مرحبا معكم خالد من ار سي ان شاء الله دائما تكونوا بصحه وسلامه وايجابيه بكل مكان كل زمان يا جماعه الخير. هذا الفيديو حيكون شوي ثيمه مختلف عن باقي الثيمات الثانيه، حيكون لمسلسل موجود على نتفليكس حكي لكم طبعا عليه بالتفصيل كمان فتره صغيره. يلا بيتزا برجر بلين برجر انت بيتزا تك برجر ويت فور اس Uno, due, tre, come on! مساء الخير، بس حبيت أخبركم عن موضوع البروفيسور برجر الموجود في الممزر. نفس الوزن جاي، عندهم أكثر من صف زي ما شفنا احنا قدامنا، عندهم الريو، عندهم البروفيسور، عندهم نيروبي، عندهم أسماء الممثلين طبعا كلياتهم تمام، وكل شخص عنده أو كل سندويشة عنده باسم الممثلين. طبعا احنا طلبنا أكثر من شغلة على الطاولة اللي هو منها البروفيسور ستيك ساندويتش وطوكيو موسكو تشيكن، وفي موسكو في عندك ستيك لحاله على حسب الطلبية. هم عندهم كثير شغلة سمبل. خلينا نجرب هذا الدجاج. بسم الله. دجاجة مزاكي عفكم، دجاجة جوا نفس اللي هو الياف مش مكبوس، دجاجة الياف زي يعني تشيكن تشيكن، مش انه والله مدوق مع بعضه ومحطوط مع بعضه مجمع مع بعضه. لا شوف هون الفرق بين مطعم لمطعم، بيقدموا لك الاكلات كيف بتطلع بطريقه فريش او مش فريش. شغله لغوصه هاي بدنا نحارم شوي. والله هنا طعم الدجاج رائعه فعلا يا جماعه الخير. الخبز البطاطا او البوتاتو بريد موجود خصائصه انه ما بي بس يعني بضل طري بضل بضلها في هاي مش جوسي ناس بس طراوه بتطلع فيها كويسه ما بي ما ما بتاكلش خشب. The thing is someone took the steak and smashed it in his hand. خلص I took the Tokyo is good. The Tokyo is good. والله honestly the chicken taste is perfect. That burger is amazing. One of the best beef burger I've ever tried. Beef. It's present beef. Yeah. Nice. يا جماعة اللي جربوا ستيك أو اللحمة ما بعرف، بس أنا الدجاج صراحة عندي بالمطعم هذا رهيب. ناشف شوي. ناشف بس أنا بالنسبة لي الدجاج رهيب. عنا جهاد ستيك عنده أخذ 8/10 تقييمك تمام. البروفيسور ستيك بروفيسور 7/10 8/10 تمام. برلين 7/10 7/10 برلين. The spicy sauce was nice. Okay. But I've had better burgers. تمام. 7/8 so different. الخبزة طيبة خبزة طيبة. راشد شكرا. ثري عرفت ان راشد ثري عرفت ان افضل اكسبيرينس محمود. انا بالنسبه لي 8 واحد موسكو. انا فور مي اي جيف ذس تشيكن 9/10 مي. اكيد اغلبيه التقييم الاكل 7 8 9 توتال كامل بعد الاجماع احنا 6 على الطاوله. اوكي معدل الاكل على الطاوله كان 7.5 8/10 تمام بالضبط. Uno, due, tre, come on! الاكل هون طيب، يعني ممكن ارجع له اطلب التيك اواي واروح عادي جدا، المره الجايه على التشيكن اللي انا طلبته. المطعم جاي من قصه مسلسل تمام؟ اسباني اسمه ماني هايست بالانجلش وبالاسباني لا كاسا دي بابيل، احضروه عن جد قصته كثير رائعه ويعني جايبين على نفس الثيم. الجوجو نفسه تبع البروفيسور. فهذول اللبس الحرميه بس رهيب. ما في مطعم جوا بس اللهم جوا الكيتشن، بس القعده حتكون خارجيه بس برا ما في قعده جوا. مثل مطعم تيك اواي يعني هو اصلا اغلبه تيك اواي، واغلب مطعم تيك اواي. مكانه بالممزر المطعم تمام، ممكن تعملوا سكان على الكود هذا نفسه اللي قدامكم طالع هلا، جست سكان الموبايل تبعكم بيطلع لكم اللي هو موقع المطعم نفسه تمام. عجبكم الفيديو يا جماعه الخير ثمبز اب جد في القناه، اهلا وسهلا تعملوا سبسكرايب. شكرا طبعا اكيد بفيديوهات جديده طبعا حلوه ان شاء الله تعالى تكون ولطيفه وخفيفه، بتمنى اعجابكم. السلام بيس. Oh